والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس. مرنا إيهاب مجددا تنضم إلينا، تفضلي مرنا. شكرا لكما رجائي وليلى، والآن مشاهدينا وقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية: القاهرة العظمى 33 درجة والصغرى 24، الإسكندرية 31-23، مطروح 32-22، بورسعيد 31-24، والإسماعيلية 34-23. أما عن السويس فدرجة الحرارة العظمى 34 درجة والصغرى 22، العريش 31-23، طابة 37-25، شرم الشيخ 39-29، والغردقة 39-28. أما عن الأقصر فدرجة الحرارة العظمى 43 درجة والصغرى 27، أسوان 44-29، الوادي الجديد 42-27، شلاتين 41-31، وأخيرا حلايب العظمى 36 درجة والصغرى 29. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.